7. دردشة 7 منكم ولكم. ما بقاش في إله، إزاي بقاش في خالق لهذا الكون العظيم؟ إذا كان ربنا موجود، ليه الظلم ده موجود؟ ليه مفيش عدل؟ ليه فيه زي ما إحنا شايفين نماذج سيئة من البشر بتسترق وتستعبد بشر آخرين؟ أنا شايف إن السبب يعني من الإلحاد علماء الدين. حقوق بنتي إيه بالظبط؟ أنا عندي مشكلة ونفسي قبل ما أقابل رب كريم حد يريحني. من حقك تسأل وتفكر علشان توصل للحق. وإحنا مش دورنا نتفلسف ولا نفسي، لكن معاكم هنفكر علشان نقول الغلط لا. دردشة 7، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من شك رواقين، معكم ريم المصري والمنصور. أصدقائنا في جميع أنحاء الوطن العربي وفي كل مكان في العالم، نسعد بصحبتكم ونتمنى أن ترى عيونكم غير الجمال فيما أبدعه الله وأنتجه الإنسان.